فإحنا أمام بالفعل مشكلة لها شقها الوطني ولها شقها الإنساني والمهني بالنسبة لنقابة الأطباء. التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين اللي اتحط لها عنوان مضلل كمحاولة لإنقاذ حياتهم وهي في الحقيقة محاولة لكسر إرادتهم ونتج عنها في الثمانينات في بداية تطبيقها وفاة 3 من الأسرى الفلسطينيين بالإضافة للعديد من الإصابات. هذه التغذية القسرية تصدر منذ أسابيع قليلة تصدر بقرار من الكنيست البرلمان الكيان الصهيوني. والحقيقة أن ملفت للنظر أن أول نقابة أطباء صارعت لإدانتها كانت نقابة الأطباء.